بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بكم. وقصدت أقول زراعة الطماطم عشان هنتكلم في طماطم برة طماطم جوة، نتكلم ملاحظاتنا على الطماطم الصيفية عموما يعني. تمام، في شوية ملاحظات المفروض أي مزارع طماطم بياخدهم في الحسبان، وخصوصا في الطماطم الصيفية. الطماطم الشتوية سهلة جدا، ممكن أي حد بشوية خبرة بسيطة ممكن تطلع معاه كويسة ويجيب من حقق منها محصول اقتصادي. أما الطماطم الصيفية فبتحتاج لفارس مرابط في الميدان بتاع الأرض أو في الميدان بتاع الطماطم زي ما بيقولوا. تمام، فالفارس ده هو لازم يكون عنده خبرة لبداية من اختيار الصنف بتاعه. بداية الرقم واحد يكون عنده خبرة في اختيار الصنف بتاعه. الصنف بتاعي أنا هزرع برة أو درجة الحرارة في البيوت عالية أو في النت هاوس عالية، فبختار صنف عقد حراري. طبعا ما فيش في البيوت المحمية عقد حراري، ولكن برة في الحقول المكشوفة في أصناف عقد حراري كتير في مصر موجودة يعني. تمام، فبنختار العقد الحراري طالما درجة الحرارة عندي هزرع في الصيف والأشهر خصوصا أشهر التزهير. تمام، المفروض يعني الطماطم المدى الحراري بتاعها من 14 ل 32 درجة مئوي. أنا ما بعتبرش في 32، أنا بعتبر فوق 30 بيعتبر خطر على الإزهار بتاع الطماطم، خصوصا مع طول النهار وممكن نتعرض لموجات حرارة عالية، فده بيأثر لنا خلاص. فأنا بنسى بصراحة ربنا، رغم أن كل المراجع بتقول 32، أنا والله بقول يعني خليها ما فيش أي مشكلة خالص. الطماطم لحد 10 درجة ما فيش أي مشكلة خالص لو صنف كويس، يعني مش من الأصناف المفلطحة اللي ممكن يحصل فيه كاتفيس أو وش القط المرض الفيسيولوجي اللي احنا عارفينه، فممكن تشتغل معايا. فبنقول أنا لو من 10 ما فيش أي مشكلة خالص يعني، بس ما يتعرضش النبات لها فترة كبيرة لحد درجة 28-29، أنا أعتقد أن أنا ممكن أخد إزهار كويس من الطماطم. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، طيب أنا عندي درجة حرارة عالية، المفروض أبحث عن صنف درجة تحمله للعقد حراري، تحمله للحرارة يكون عالي، بيعقد في درجة حرارة عالية وما يحصلوش تشوه في الإزهار أو تساقط للأزهار اللي هي موجودة على النبات. دي رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة، بنحاول نختار الصنف برضو إذا كانت عندي الأرض موبوءة من نماتودة، بنجيب صنف متحمل للنماتودة، أو البيوت بتاعتك فيها نماتودة بتعقمها أو فيها نماتودة ممكن حضرتك تزرع على أصول مقاومة للنماتودة، عندك ملوحة برضو لدرجة الملوحة عالية إذا كانت في مية الري أو في الأرض، المفروض برضو بنختار بنزرع على أصول مقاومة للملوحة، وديت موجودة كتير سواء للبيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية. تمام، دي حاجتين لابد ناخد بالنا منهم. بنتكلم طماطم الصيف صعبة ليه الطماطم الصيفية بتكون صعبة يا جماعة؟ بيبقى فيه نشاط غير عادي للذباب البيضاء، نشاط غير عادي للعنكبوت الأحمر، نشاط غير عادي للتوتا أبسليوتا. دورة الحياة بتاعة الحشرات مع زيادة درجة الحرارة بتكون قصيرة جدا، فبالتالي بتحتاج لمكافحة عالية مننا، فديا سبب المشاكل بتاعة الطماطم. التذبذب في درجات الحرارة طلع نزلة طول درجة ارتفاع درجة الحرارة مع طول النهار، ده بيسبب لي مشاكل وخلل في النمو بتاع النبات، فلازم عينيك تكون في وسط راسك في قصة الطماطم الصيفي بالذات. تمام، مش بخوفك بس دي حقيقة يعني. طيب عشان الأمور تمشي معانا كويسة داخل البيوت المحمية، أول حاجة يا جماعة المفروض بعد ما زرعت الطماطم بتاعتي إن أنا بحط الخلطة بتاعتي الكويسة، بحط الخلطة بتاعتي كويس. على فكرة لو حطيت خلطة طماطم كويسة زي أنا ما شرحها قبل كده مع مادة عضوية كويسة يا جماعة، والله هتشيل عنك يعني ثلاث تربع التسميد اللي انت بتحطه أثناء فترة النمو. التلات تربع، أنا بقول أهو التلات تربع، مش هتحتاج منك إلا كل أسبوع مرتين تسميد، مرتين اتنين مش طول أيام الأسبوع كمان، يعني مرتين اتنين هتلاقي الدنيا عندك زي الفل. وإذا دعمت بشوية كالسيوم كل أسبوع تبقى عندك، والكميات هتبقى محدودة، يعني البيت ده هو لا يتعدى 5-6 كيلو متعادل أو بوتاسيوم عالي أو فسفور عالي. تمام، هتريحك جدا لو أنت حطيت خلطة كويسة وحطيت مادة عضوية. وعلى فكرة، على فكرة احنا ممكن ما يكونش عندنا زراعة عضوية، بس ممكن نزرع نص عضوي، نص عضوي بإن أنا أحط مادة عضوية كويسة أيا كان المصدر بتاعها. تمام،
بس تكون كويسة يعني خالية من بذور حشائش والنبتدر الكلام اللي قلناه قبل كده. ونبدأ نزرع بعد ما نخمر الحاجات دي كويس. هتلاقي الزرع بيتحرك معاك بظروف غير عادية بالمرة، يعني بمعدل غير عادي بالمرة، معدل غير طبيعي في النبات. النبات ده هو والله 20 يوم، 20 يوم. شوف مساحة الورقة عندك قد ايه، شوف السمك بتاع الساق قد ايه، شايف سمك الساق قد ايه، تمام. النبات لازم اول ما بنشتل يا جماعة وبنبدأ نحط دورة ولا دورتين تسميد، بننشف الارض وبنعمل عملية خربشة. بعد ما بنعمل عملية الخربشة، تخيل انا في درجة حرارة 30 وعندي بيت طماطم شتله بقاله 12-13 يوم، ده صايم من 3 ايام، والله صايم من 3 ايام. تخيل صيام ما فيش نقطة مية نزلته بعد عملية الخربشة اطلاقا. ليه؟ انا بعمل جدر كويس يتناسب مع العبء الحراري اللي هينزل عليه والمشاكل اللي هتعرض لها. ليه؟ هو المفروض ببني جدر كويس. لو اتبنى الجدر ده كويس، الساق كويس، البادي بتاع النبات كله هيبقى كويس، تمام. في سيمترية في النبات، ما شوفش نبات الساق بتاعته ضعيفة وعمال يجري لفوق وخلاص. دي خيبة من الرجل اللي واقف على عملية، واللي يحكم العملية دي هي الري والتسميد. الري والتسميد يا جماعة، الري والتسميد تاخد بالك منهم. الري مش شطارة ان انا اضرب مية على طول وفور النبات، دي مش شطارة. لازم اعطش النبات. كل النبات يا جماعة ما عطش معايا، كل ما ابتدى الجذور بتاعته تجري وفي الارض تبحث عن المية، لان النبات زي ما قلت قبل كده بحب الحياة، هو كان حي فبحب الحياة. الجدر بيتحرك بيجري، عايز انا هنموت مفيش مية في الطبقة اللي فوق، يبقى انزل شوية تحت، مش لاقي مية او انزل كمان شوية تحت. في النبات فيه هرمونات بتحركه وتقول له اجري احنا هنموت، يعني ايه الورق يقول له احنا هنموت والساق يقول له احنا هنموت، يا عم الجدر خلص ايه اتصرف، يقول طب انا احتاج منك شوية طاقة، يقول له ماشي مفيش مشكلة خد مني طاقة بس انزل تحت. تبص تلاقي النبات دبل معك شوية تحت، بس الزبول ده هو مؤقت ولكنه في صالح النبات، هيرجع بعد كده هينعكس بالإيجاب على النبات. الجدر لما استطال ويطلع جذور جديدة يقول له ولد جذور جديدة بقى، خلينا ايه وانزل في الطبقات، سيبك من الطبقات السطحية، هم كانوا بوفروا لنا المية واحنا نايمين في الطبقة السطحية، انزل لي كمان 10 سنتي. فتبص تلاقي الجدر عمل استطالة عالية وبيساعده في القصة دهية الفسفور والمادة العضوية السهلة اللي انت بتبقى حاططها له. عنصر الفسفور بيساعد في عملية التجذير دهيت والانقسام بتاع الخلايا الجذرية. فتبص تلاقي النبات عمل لك مجموع جذري قوي، مع بعد ما رأى ما بتبدأ تروي مع شوية تسميد، هتلاقي النبات ابتدى يطلع لك زي الفل كده، مساحة ورقة محترمة، جدر محترم تحت. تبص تلاقي الساق بتاعتك محترمة، ده نبات 20 يوم، تمام. ديا اللي أنا عايز أركز عليها، المية المية المية، مش تسيب المية قلت 100 مرة وتقعد تحب في التليفون، ده ما ينفعش. المية يا جماعة المية، شايف فين المية؟ فين المية؟ فين المية؟ فين المية؟ والله تراب اهو، تراب. فين المية؟ مفيش. طب يطلع النبات فوق ما شاء الله حاجة تفرح، ماشي. فالمية مش كل حاجة، عمال تدبيلي مية تدب مية تدب مية وفي الاخر هتروح الدنيا منك، تمام. ديا اول ملاحظة بتكلم عليها، تمام. في ملاحظة تانية، لا تسمح ابدا بالنموات الحديثة دي. كل يومين يوم ويوم طلع العمال بتاعتك تشيل اي نمو اهو، ده يتشال على طول ما يتسابش، ده خراب بيوت، ده بيخرب بيتك على، شايف ده؟ ده يتشال هو لسه صغير ده، تعالى كده اهو شايف ده لسه قد ايه، ده نشيله على طول ما تسيبوش، لانه بياخد من الغذاء بتاع الام. شايف ده قد ايه اهو، اهو ده نشيله على طول. شايف ده قد ايه، ده يتشال على طول. طبعا مش بتوع الطماطم الارضيه، بنتكلم على بتوع البيوت المحميه المتسلقه، تمام. ده يتشال على طول، لان ده خيبه من خيبه الزمن انك تسيبه، ده على طول يتشال يوم ويوم او يوم ويومين بالظبط. تسيب يومين وتنزل العمال تشيل لك القصة دهيا، لأن ديا دهية بتستنزف النبات في حاجات أنت في الآخر هتقطعها ومش هتستفاد منها حاجة خالص. يبقى التأليم يا جماعة، التأليم بعد الري والتسميد، عملية التأليم بتاعتك، تمام. بعد كده الأمراض، الأمراض. بص في القمة النامية على طول، رجليك دي ما تبطلش لف طول النهار، تبص القمة النامية فيها حاجة، في كرتعة في النبات، في كرمشة في النبات، في فيروس في النبات، في عنكبوت في النبات، في عنكبوت أحمر في النبات، في بياض تحت، بياض الدقيقي تحت اليومين دول ممكن يجي لنا، في بياض تحت. لا أنا شايف دي كويسة. التوت أبسوليوت أخبارها إيه؟ ها؟
كنت ابسلويتها بتكون عند المراوح دايما وعلى الجوانب بتاعها، هي بتحب الحراره، بتكون على الجوانب اللي هي بتاعت او لما بتلسعها الحراره جوه البيت بتطلع بره عايزه تهج، بس ما بتلاقي اللي الدنيا مقفله عليها. في توتا ابسلويتا في ايه بالظبط؟ لازم عينيك على طول. زباب البيضة يومين والتالي أرش أدميرال، أرش استمبرايد مع كوراجين، الاثنين يمشوا مع بعض، أفانت مع أي حاجة تانية، مع أفانت مع دلتا مسرين تمام، أو ألفا مسرين، عندي شوية لمبادة مع حاجة تانية، أرش مرة رانر حاجة حيوي محترمة كده مفيش أي مشكلة فيها زي الفل تمام التمام. المبيدات ده هي اللي يقبل الخلط اقبله، بحيث ان يلا ألطش الفراشه وألطش معايا وألطش معايا اليرقه اللي هي في الورق. وصدقني لو انت كفحت الفراشه من الاول يبقى انت قطعت راس الافعى، الفراشه من الاول يبقى انت قطعت راس الافعى اساسا، مش هتلاقي بعد كده مشاكل في الحمد لله لحد دلوقتي ما جاتش اصابه، بس تقريبا احنا بنرش يوم ويوم يعني تقريبا، هدية مشكله جامده خالص. ولكن في سبيل انك انت الجو حرارة وبتحاول تطلع طماطم صيفي، فما ما ما لازم تدي الحاجة حقها بقى يعني، لأن ممكن السعر يعوضك بس يعني. فدي ملاحظات بنلاحظها كويس. العملية التزهير، أول ما تبدأ عملية التزهير بقى ثبت نفسك، ثبت نفسك في عملية الري بتاعتك، بتروي مرتين فترتين في اليوم. أنا اللي عندي إن أنا لو بروي نص ساعة في اليوم الأفضل إن بقسم ربع ساعة الصبح وربع ساعة آخر النهار، أو 20 دقيقة الصبح وعشرة دقايق آخر النهار، ألاقي الدنيا كويسة معايا أفضل يا جماعة من إن أنا أعملها دورة واحدة. ليه واحدة؟ يقول لي ليه في الصيف؟ في الصيف النهار طويل والحرارة عالية، فبدل النبات ما ياخد مرة. وعلى فكرة ده لو قدرت تعملها 3 مرات بالتنقيط افضل لك، انك بحيث النبات ما يحصلش عليه اجهاد، لان انا عملت جذر كويس خلاص بقى ما عادش لها لازمه ان انا اعطش والكلام ده كله تمام. يبقى ملاحظاتك في الفتره ده هي الخدمه الارضيه بتاعتك ضفتها كويس، ماده عضويه كانت كويسه، برنامج تعطيش كويس بحيث ان هو يعمل جذر كويس. بعد كده بتبدأ الفحص بتاعك الدوري والتربية بتاعت النبات والفحص الأمراض بتاعك الدوري. قمة النبات القمة النامية في النبات هي دي سبب الذباب البيضة الكرتعة اللي هتحصل لك والكلام ده كلته. دخل الأدميرال ودخل الماتش كمبيدات منع للانسلاخ في برنامج الرش بتاعك، بحيث ان منع الانسلاخ ده هو بوقف لك أطوار الذباب البيضة والماتش، الاطوار بتاعته بتوقف لي منع انسلاخ، بوقف لي الاطوار بتاعت التوتا ابسليوتا. حاول تحشره كده ولو هو غالي شويه، بس لو كل 15 يوم هتدخله في برنامج التسميد الاسف المكافحه بتاعتك، هتلاقي الدنيا كويسه معاك وابتدت الدنيا تمشي معاك. قلت النبات ده هو 20 يوم تمام، فانا عايزك تطلع نبات محترم زي ده هو. هيطلع بايه؟ قلت لك مش بكتير، مادة عضوية كويسة تحت، هتلاقي النبات بيتحرك معاك كويس. الخلطة بتاعتك اللي هي مكونة من سلفات البوتاسيوم قلناها قبل كده، والمنجنيز وسلفات الحديدوز كلام ده كلته ماشي. الوقت ده هو من هنا ورايح لازم كل أسبوع تدي مرة كالسيوم، لازم مرة كالسيوم كل أسبوع، ولازم ترشلنا على الأقل كل 10 أيام رشة عناصر صغرى. ما تنساش المغنيسيوم، تحب وتنسى الفوسفور في الفترة اللي احنا فيها دهيا، عشان التجذير وعشان الأزهار اللي هتجيب لي الثمار اللي هيجيب لي المحصول بعد كده. بتمنى انكم تكونوا استفدتم، واي حاجة حد مش فاهمها يقول ممكن نعمل لها فيديو ولو 5 دقايق. معلش اللون عندي فاتح شوية من التصوير، ولكنه يعني اللون الطبيعي هو اللي انت شايفه قدامك ده هون يعني لما بقلب الموبايل بس. ماشي، بتمنى ان احنا يعني الى حد ما نكون استفدنا من الفيديو ده. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.